ولإلقاء الضوء أكثر على انتهاكات القوات الحكومية في العراق في السجون، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق، سيد علي القيسي. أهلا بك معنا. يعني بداية، وفاة معتقل جديد في سجن الناصرية بسبب التعذيب، هل يمكن القول إن التعذيب على يد الأجهزة الأمنية والميليشيات صار ظاهرة حكومية راسخة ومتجذرة؟ أولا يعني تسمية وفاة معتقل قتل معتقل، نعم، ما يجري الآن هو عمليات قتل المعتقلين بوسائل متعددة، منها التعذيب ومنها الإهمال الصحي ومنها التقصير في تقديم الطعام والماء الصالح للشرب وغيرها. فيعني عملية قتل المعتقلين في سجن الناصرية وفي السجون الأخرى التابعة للحكومة وميليشياتها، يعني عملية قتل ممنهجة أصبحت معروفة الأطراف التي تقف خلفها. نعم. سيد علي، مفوضية حقوق الإنسان في البصرة تحدثت عن إضراب عن الطعام بسبب اكتظاظ السجن بالمعتقلين في سجن البصرة المركزي، ألا يعد اكتظاظ المعتقلين داخل السجون انتهاكاً في حد ذاته؟ عملية يعني اكتظاظ السجون بالمعتقلين، وحسب المعلومات اللي يعني حسب التواصل مع تفضل. الجهات الإنسانية موجودة هناك، يعني ليست هذه المسألة الوحيدة. أولا عملية اكتظاظ هائلة بالسجن، ثانيا السجن يعني مثقف بمادة التشينكو، وهذا يعني درجة الحرارة فظيعة به. ثالثا الكارثة الأكبر هي وجود أعمار مختلفة، يعني وجود قصر لا يتجاوز عمرهم 13 و14 و15 سنة مع معتقلين كبار، هذه أيضا جريمة. عملية اكتظاظ السجون يعني تكديس معتقلين أكثر من الطاقة الاستيعابية و جمع الفئات نعم، العمرية من القصر، هذه جرائم جرائم يعني تعد جرائم بحق الإنسان، نعم، وليست يعني ظاهرة كما يعتقدون هنا. نعم، ثم أن هذه محافظة البصرة، محافظة البصرة يفترض يعني الكل يعلم من يمثل هذه الأحزاب بها، وهذه لجنة حقوق الإنسان الموجودة هي مكونة من ميليشيات ومن الأحزاب اللي بلجنة المحافظة. يفترض يعني ذولا إذا كان هذا حالهم في البصرة وذولا منهم وبيهم، فكيف حال أهالي الأنبار اللي معتقلين بالناصرية نعم، واللي معتقلين في سجن الحوت وفي سجن بابل وغيرها؟ كيف ساهمت أستاذ علي سيطرة الميليشيات على الدولة العراقية؟ كيف ساهمت في تزايد المعتقلات السرية والعلنية والاعتقالات ذات الصبغة الطائفية على وجه التحديد؟ لا شك أن العراق دولة ميليشيات، والميليشيات يعني لم تعد تخترق الأجهزة الأمنية ويعني أجهزة إدارة السجون والمعتقلات وغيرها، بل أصبحت هي المكون الأساسي لها. يعني لدينا معلومات بأنه هذا السجن مقسم على 3 ميليشيات، هذا السجن مقسم على 4 ميليشيات، هذه يعني الآن المعتقلين بأيدي ميليشيات، نعم، والميليشيات يعني لديهم مساوئ كثيرة، أولها هي الصبغة الطائفية اللي يتم الاعتقال عليها وممارسة التعذيب النفسي والجسدي والإهمال والتجويع والتعذيب إلى حد القتل بس لأسباب طائفية. الأمر الآخر هي حالة الاستفادة المادية، هذه السجون والمعتقلين أصبحت مصادر يعني مصادر تمويل لتلك الميليشيات وتكسب نعم. من عذابات المعتقلين ومن ذويهم، وهذه أبشع ما يمكن أن تمر به، يعني تمر به دولة حين تصل الأمور إلى نعم. هذا الحد. أستاذ علي، مع استغلال القوات الأمنية والميليشيات للأهالي لمعرفة مصير المعتقلين والمغيبين، هل صار الاعتقال والتغيب تجارة تمتهنها القوات الأمنية والميليشيات في العراق؟ نعم، وهناك قوائم مضللة، يعني أحيانا يتم تسريب قوائم بأسماء وهمية وقوائم بأسماء يعني
مرتبة بطريقة مختلفة، يحاولون من خلالها يزيدون المراجعات أهالي المعتقلين والبحث، وحتى أهالي المفقودين والمغيبين. يعني هذه القوائم توهم أهالي المغيبين قسرا والمعتقلين بأنهم موجودين في السجن الفلاني والسجن الفلاني، وهذه توجد يعني الميليشيات لديها مكاتب ولديها جروبات ومجاميع تدير عملية استغلال وابتزاز هؤلاء الناس. نعم. السؤال الأخير إليك أستاذ علي، على ذكر الانتهاكات، يعني كما تعلم تمر اليوم الذكرى 9 للانتهاكات التي شهدتها ناحية جرف الصخر. السؤال هنا، لماذا لم تجري محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بعد كل هذه السنوات؟ لا شك أن يعني جرائم، كل الجرائم في محافظاتنا وفي كل العراق مدانة، لكن جرف الصخر يبقى جرح نازف، جرح نازف إلى اليوم. ما جرى وما يجري به الآن وما يجري على المرحلين والمهجرين. وأنا أحب أن أقول، يعني أسجل ملاحظة مهمة حول عملية الاعتصام اللي قام بها اليوم أهالي المعتقلين في بغداد ويقومون بها عدة مرات. للأسف اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان يفترض أنه يستمع لهؤلاء، يبعث مندوب ولديه موظفين يعني بالمئات في العراق، ويتقاضون وتنفق عليهم مئات يعني ملايين الدولارات سنويا. كل ما يجري في العراق وفي جرف الصخر وفي المعتقلات والسجون تتحمل أولا الأمم المتحدة المتمثلة بمكتب حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي يفترض أنها تزور السجون وتشاهد عملية الفشل الكلوي اللي جاي ينتج بسبب المياه الملوثة والأمراض الجلدية وغيرها. من برلين كنت معنا عبر سكايب رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي، شكرا جزيلا لك.